الصراحة هو إطلاق الصندوق ألمانيا متمشي مع استراتيجية لونيت من أول ما ابتدينا وأطلقنا أول صندوق في شهر 7 2020، والاستراتيجية إن هي بنتيح للمستثمرين سهولة الاستثمار حول العالم من خلال حسابهم في سوقيا، في سوق ابو ظبي، في سوق دبي. حاليا يوجد اي تي افس مدرجه في السوقين، وده مش معناه ان احنا بنطلق صندوق مخصوص لبلد معينه، ان احنا بن يعني we have a positive outlook on على البلد او على السوق، بس هي من part of the strategy اللي هي بتتيح للمستثمرين سهولة الاستثمار في أي بلد. وأي شريحة من المستثمرين تتوقعوا أنه تجذبوها على هذا الـ ETF؟ الشرائح اللي شفناها بتستثمر في الـ ETFs، وحاليا عندنا ده هيبقى رقم 17، فحاليا في 16 ETF مدرج في الأسواق الإماراتية من الأفراد والمؤسسات. كان في الأول مؤسسات، ولكن اللي بنشوفه دلوقتي إن الأفراد ابتدوا يستثمروا من خلال سيفينج بلانز. بنشوف إن أحجام التداول بتزيد يا أوائل الشهر، وده بيدل إن في مستثمرين الأفراد بيستثمروا بشكل منتظم كل شهر. وكيف هي تكاليف هذا الـ ETF بالمقارنة مع ETFs مماثلة؟ الـ ETFs حاليا المدرجة في السوق تبع لونات كلها 1%، التشارجز بتاعتها 1% بالمقارنة مع المتوسط العالمي مثلا؟ ما نقدرش نقارن بالمتوسط العالمي. يوجد تكاليف مش مماثلة وتكاليف أعلى في الأسواق الخليجية والأسواق الشرق الأوسط، ما تتمثلش وما تمنع أو ما تمنحش للشركة أو المدير الاستثمار إن هو يقدر. فهي التكاليف اللي بيدفعها المستثمر اللي هي في الحالة دي 1%، هي دي التكاليف كليا. فدي التكاليف دي بتروح للسيرفيس بروفايدرز اللي احنا بنحتاجهم ان هم يديروا الاوبريشنز بتاعت الفند. مثلا زي اس ان بي وبي ان واي، فدي بتبقى تكاليفها اكتر من تكاليف بلاك روك في امريكا، التكاليف بتاعته في امريكا او في اوروبا او اسيا. شريف، كنت أطلقت مؤخرا ETF على اليابان، هلأ على ألمانيا، ما هي الأسواق الأخرى التي تنظرون إليها؟ زي ما شرحت لك في الأول، هي الاستراتيجية إن احنا بنتيح وبنحاول نجيب أكبر الأسواق وأكثرها سيولة من ناحية أسواق الأسهم. حالياً 16 ETF، منهم 14 ETF بيدي سهولة الوصول لحوالي 10 بلاد في العالم، واثنين واحد فيكست إنكم سندات، واحد سندات الإمارات، واحد سكوك. فده بيتيح للمستثمرين سهولة تكوين محفظة متنوعة وتقليل المخاطر من خلال حسابه في سوق ابو ظبي او في سوق دبي، من خلال عمليه واحده، عمليه شراء واحده، من وبيستخدم البروكر بتاعه لوكالي. فده المستهدف، وده اللي دايما بندور عليه على اساس المنتجات اللي جايه في المستقبل.